أعزائي المشاهدين من استوديو غناء أبيانا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجديد من القاهرة. حلقة جديدة اليوم نتحدث عن أنواع المحتويات المقدمة في منصات التواصل الاجتماعي وما هي تأثيرها على الجمهور. في حديث عن هذا البرنامج الكثير والكثير مع الضيف الكوميدي الذي ناشط في هذا المنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، نرحب بالأستاذ كوال مواج قوم الذي يقدم ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات الساخرة والمضحكة. كوال مواج المعروف والمشهور باسم كابتن منيان، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم وشكرا لبينا تي في للاستضافه الجميله، وشكرا ايضا لجميع المشاهدين. اهلا وسهلا بك. اعزائي المشاهدين، قبل ما نبدا هذا الحوار فاصل ونواصل، لا تصحبوا بعيدا. أعزائي المشاهدين، عدنا في هذه الحلقة. سعيد أن نتحدث في هذا البرنامج أستاذ كوال المعروف والمشهور بكابتن منيان. متى بدأت هذا العمل الكوميدي الرائع الذي أنت فيديوهاتك اللي أنت تعمله، متى بالضبط أنت بدأت المشوار الفني الكوميدي؟ شكرا جزيلا للاستضافة الجميل. فالكوميدي أنا بدأت من 2017، بدأت كستاند اب كوميدي اللي هو نقاد وحاجات زي كده. فالكلام طبعا بدأ من جوبا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مصر. فبدأت من 2019 في جوبا. كان عام كم؟ في جوبا؟ اي، كان انت بديت كان سنة كم يعني بالضبط؟ في جوبا من 2015، طلعت من واو من 2014، وجوبا بدأت 2015 هو بداية الكوميدي، ستاند اب كوميدي. طيب انت لما انت بديت في مشوارك الفني، هل كان في ناس معك، عندك فريق عمل بتقوم بإنتاج حلقات، أو ولا انت بتقوم بنفسك، انت بتقوم بتقدم عروضك بنفسك؟ مين بيساعدك بالتفكير بافكار هذا؟ شكرا للسؤال الجميل. فانا بدات كوميديان، فما كان في اي مثلا اللي بيدعمنا بافكار وكده، انا اللي بقوم بالسيناريو وبعمل اي حاجه. وبدك بنحاول بدات بالتصوير بالتليفون قدامي كده، وبدك بدات بشيل الكاميرا كله يعني، ما في زول ما عندي يعني مجموع كده مثلا يعني بيجيبوا افكار في مكان واحد وبيعملوا فيديو، انا اللي بقوم بالدور كله. طيب ما هدفك من هذه مثل النوع الفيديوهاتك الساخره انت بتقدمه في على الفيسبوك واليوتيوب، ما هدف منه؟ هل عندك رساله معينه كنت عايز توصله للجمهور، ولا هدفك فقط تجميع لايكات وما شابه ذلك؟ فما رؤية بتاعتك؟ سؤال جميل. انا هدف حقي من الفيديو او حاجات انا قاعد اعمله، ما عشان انه نكسب اللايكات والكومنت والشهره وده، لا، اكيد عنده هو رساله. انا برسل في رساله لناس، زي ما الناس بيشاوروا فيديوهات هو رسائل، وفي فيديوهات احيانا بتكون فيديوهات مضحكه، لان طبعا كل واحد عنده ظروفه ومشاكله خاصه، فبيحب دائما يشوف حاجات مضحكه عشان يعني يقدر يخير جو يفرغ. كويس. زي ما انت في كذا فيديوهات انت عملت فيه كومنتات، ما هي الفيديو حما من اعمالك، الفيديو الاكثر شيء لقى الجمهور ولقى رد الصدى او يعني فيدباك بالنسبه لشغلك، ما اكثر فيديو لقى فيه جمهور استجابه فيه رد الصدى؟
هو اول فيديو هو ماكورباس طبعا ماكورباس اي ماكورباس شارين كله عارفينه فماكورباس جاب هو رفع كابتن مانيان فوق في ناس ما كان عارفين اسمه كابتن مانيان فالفيديو هو رفع كابتن مانيان وبعدين في فيديو بتاع ماتيانا نيور هو جاب وراو فاخر فيديو اللي اشتهر اكثر هو بتاع ماما انجلينا ماما انجلينا سيكو ماما انجلينا هو فيديو حاليا كده يعني هو التوب هو الأعلى مشاهدين في السبب بتاعتك طيب انت كابتن مانيان انت ليه اخترت لقب كابتن مانيان وانت في اسمك الحقيقي اسمك قوال واج قوم ليه انت اخترت اللقب ده كاسم الشهرة بتاعتك او كاللوبة بتاعتك كابتن مانيان طبعا زي ما انا كنت بقول انا اسمي او كوال مواج بوم مشهور بكابتن مانيان كابتن مانيان ده اصلا يعني انا قاعد استخدم مانيان في الكوميدي ستاند اب كوميدي قبل ما اخش في التمثيل قاعد استخدم مانيان في التمثيل عم بقول مثلا كان في نقطه نقول مانيان عمل مانيان سوا او زام الحاجات مقاطع صغيره بقول مانيان سوا مانيان عمل فبقى يعني اللي اسمه مانيان بقى ماشي مع الستاند اب كوميدي فلما خشيت في التمثيل فبقى يمشي بمانيان ففي فيديو انا كنت عملته اللي هو برنامج في برنامج اسمه مات ليبس بيتنزل من جوجل بلاي وبسجل عليه صوت ففي فيديو كان مقطع صغير كده في زي ناس في طياره كده ماشيين مشوار سفر فانا كنت عملت المقطع ده قلت لهم يا اخي معكم كابتن مانيان الطياره ما ماشي نيويورك سيتي ماشي جنوب السودان فركب كل قام بيزاي فانا كان غزي الكابتن هو سايق الطياره اوكي فقام ركب باسم الكابتن مانيان مع الكابتن فبقى اسم فخلاص التركيب الكابتن بمعنى راجع للكابتن الطياره ف ومانيان قصته ما عرف وده مصطلح انت قاعد تستخدمه اسم مانيان كان موجود في اي في ده اوكي طيب كابتن مانيان انت ليه انت اخترت اللغه العربيه اللي هو اللغه العربيه الرقيقه بالمعنى الصح عربي بتاع الجنوبين اللي هو العربي الدارج انت قاعد تستخدمه دايما في فيديوهاتك ليه انت استخدمت هذا اللغه ده بالضبط هل عشان انت تعبان في اللغه العربيه الاصلي ما بتعرف اللغه العربيه ولا هو اللي انت استخدمت هذا اللغه ده تعلمات ده تعلمات اصلا اللغه ده انا اخترته اساسا طبعا ده لغه بقدر اجمعنا هو اللغه يعني العربي البسيط اللي في السودان بفهمه كله حتى لو جنوبيين حتى عربي جوبا حتى ناس في جوبا بيفهموا العربي انا قاعد اقوله فانا لو قلت اعمله بعربي جوبا ففي ناس ما هيفهموا في ناس في ملكال في ناس في بنتي وفي ناس في بار غزال بغادي فما عارفين عربي جوبا ما هيقدر يعرف انا قاعد اقول بشنو فلكن العربي انا قاعد اتكلم بيه ده هم بيفهموا حتى ناس جوبا واي مكان حتى في خرطوم السودانيين يعني حتى مثقفين ولا غير مثقفين حتى كل الدول العربيه عندك برضه بيفهموا انا قاعد اقول بشنو كابتن مانيان اسمه قاعد يقول شنو العربي بتاعتك ده اسمه تعليمات تعليمات عربي تعليمات كويس عربي تعليمات يا كابتن مانيان هل تعرضت يوم من الايام في من عملك انت قاعد تعمل ده هل يوم من الايام تعرضت لتهديد او ما شابه ذلك بسبب حاجات انت قاعد تقدم موديل الفيديو بتاعتك ساخره وبعض الشيء هل يوم من ما تعرضت لتهديدات من جهه معينه من الجمهور؟ نعم بالفعل كثير كمان يعني بالفعل في اول مشكله لقيته في فيديو بتاع ماتيانا نيور كنت قاعد امثل في المقطع انا شلت موز وقاعد اكل في موز وقاعد اقول لزول يا اخي ما في قري بقول له يا عم فين فلوس؟ بقول له يا عم ما فيش فلوس ومن قال لك ماتيانا نيور باكل الموز بقري ففي واحد جا خش توالي دار شاف انه سلطان قاعد ياكل موز جانا ما دار فقري فخش في الفيديو توالي الكاميرا ومسك ويقول يا اخي هذا ما تدفع قري في يا عم فين فلوس وما اعرف كلام كثير كان مصري ولا كان سوداني؟ لا هو مصري قاعد يفهمه ما قادر هو جاي من بعيد قاعد يعمل له اشاره في كاميرا قاعد يصور هو ما خاطب جاي بس لزول ياكل موز كويس ده مشهد هو من المصريين كان دايرهم ما مشكله طيب بالنسبه لجنوب السودان هل في ناس حددوك بشيء معين من اي نوع من الفيديوهات اللي انت عملته؟ لا بس هم ناس بينتقدوا الفيديوهات يعني في ناس ما عايزين تعمل حاجه كويس كل ما تعمل حاجه كويس كل ما يعني زي كانوا هم كانوا يخسروا في حاجه فهم ما عايزين كابتن مانيان يمشي قدام هم عايزين هم كابتن مانيان يرجع ورا هم يمشي قدام عشان يقدر يسيطر انت قاعد تعمل كلام فارغ انا قاعد اعمل كلام فارغ انا كل ما اعمل حاجه كويس ما بيعجبهم هم مسنين نعمل حاجه كاب عشان هم يتكلموا فيه طبعا ده اراء الناس والناس طبعا كل واحد حر برايه انت فانت ما تشيل هم في الموضوع ده شيء طبيعي اراء ما اراء الناس ما هو واحد هم كنت خليت تمثيل من زمان اصلا كويس يا كابتن مانيان في سؤال الاخير انت هل لديك اعمال جديده انا اشوفه قدام هتطور من مشروعك وما رسالتك للجمهور
اللي بيشاهدوك والمتابعينك في صفحات التواصل الاجتماعي في يوتيوب و... المسلسلة هو مسلسل هيبدا ان شاء الله بعد 3 4 ايام كده. هو مسلسل بعنوان 9 جولاي. 9 جولاي اللي هو تقصد 9/7 يوم عيد الاستقلال. فالحلقات هيكون 9 حلقه هو هيبدا من يوم 1 ليوم 9. كل طبعا هيكون حلقه كوميدي ولا هو مسلسل؟ مسلسل كوميدي ولا هو لا هو ما هيكون مسلسل زي المسلسل الهندي مسلسل هندي او مسلسل تركي لا. هيكون يعني هيكون مقاطع كوميدي كله حلقه بتكلم عن حاجه مختلف تماما. طبعا جنوب السودان فيه جنوبنا عليه فيه مشاكل كثير. جينا نتكلم عن العنصريه وعن المراه وعن الشباب. عن الشباب في تقريبا حلقه لو حركه ثانيه نتكلم عنه وبرضه عن الزواج المبكر وبرضه هنتكلم عن الفساد اللي هو الكوربشن وهنتكلم في اخر حلقه اللي هو يوم 9/7 اللي هو حلقه بتاعت الوطنيه. طبعا البلد بتبني بالوطنيه. طيب بمناسبه ما في حاجه عن كورونا؟ انا شايف انت كنت عملت قبل كده رساله او اعلان تعبوي او بالنسبه لرساله للمواطنين عشان يعملوا حساب لموضوع كورونا. انت ما عندك اي فيديو ثاني جديد عن كورونا؟ والله اكيد الجمهور بتاعك مشتاق لك يعني. هاي بعدين دي الناس تعلمت. فكورونا انا عملت تقريبا حاجه اللي ماشي لخمسه فيديوهات على كورونا تقريبا خمسه فيديو انا عملته بموضوع كورونا. فانا هنحاول ندخل كورونا في المسلسل لكن بيكون في بطريقه ثانيه كده مقطع بس باسلوب ثاني ماشي كده بس فما هيكون يعني برنامج كامل. طيب رسالتك شنو للجمهور؟ انا رساله بتاعي للجمهور هو طبعا كابتن منيان الليله لو ما انت انا ما كنت هنا الليله في ابيندا تي في فمساندة بتاعكم لي ودعم بتاعكم لي فده يعني بيشجعني اكثر انه انا اعمل فيديوهات كثير وبخليني انا امشي لقدام. فانا بجد اتمنى انه انتم تواصلوا بنفس الدعم بتاعكم فزي ما انتم في ناس طبعا متابعيني كثير في السوشيال ميديا في فيسبوك وفي يوتيوب فبجد انا عاوز دعم بتاعكم فالدعم هو اللي بيخلي كل حاجه يمشي قدام. اكيد طبعا نتمنى لك بكل التوفيق كابتن منيان وكل خطوه انت تعمله ربنا يوفقك فوقه ونتمنى تطور من مجالك الكوميدي تبقى شخص مشهور وممثل كبير وتنمي من قدراتك وهنا في مصر حاجات كثير متاح ممكن واحد يقدر يأهل نفسه وتكون من ضمن النجوم كما عندنا الناس هنا في جنوبين برضه موجودين بيمثلوا مع مصريين وكده. فمهم انا هنا في الاخر انا نقول لك كابتن مجاد مبروك وارمي قدام وتعلمات ماشي ده تعلمات تعلمات كان انا كلام ده ده كان له بدون نام جاري بتاع انا لگا بيم كابتن مجاد في عالم كله مروا هذا ده كلام كده لازم تبقى تشوف بيم كابتن مجاد تبقى ولا تبقى كومنت شات تبقى تشوف جو ده ده تبقى تشيك دول شان دول بقى راجع رجع تمام زادو شوف بتاع كابتن مجاد تبقى تاك ده هو فوق ده jangan mengeluh juga mencari bertahan nak dah kau punya ubah nama kau dah nak sebab ulah yang tua sebab muncir yang kelam itu jadi mam ah itu tu enggak mungkin masa VV ini negara VC ni berada ada TV ada cokol kue mengat bau ada cokol muncir jenis jalan bau baru ada jalan muncir jenar jenar bercakap kue saya kira mungkin dia kum dah ada calmat usia lara pun aku ni kelam lagi ram baru tapi ada TV dah kum dah ada TV nomor one mensal sedang kum baru Datang, Mak. Syukur ini, ya. Terbanyak, kalau ini harus kurang kecil, walaupun ini waktu في كل خطواتك ونجح في المهنة بتاعتك وتطورك أكثر من ما في زيادة حتى تقدر نور أكثر من كده وتقدر الناس تساعدوك ويشجعوك وتقدر تيم كويس وأعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة نحن سعيدين باللقاء مع كابتن منيان وتابعونا في حلقاتنا في استوديو أجندا تي في في حلقات قادمة إن شاء الله مع ضيوف الجداد مع هو في جديد من القاهرة برنامجكم دائما الى اللقاء اعزائي المشاهدين.